ما انا شايفه ولا حد يعني زي ما بقول ان الزول ما ممكن يغطي كل الناس ولا كل الفئات المجتمع الموجوده. احنا اصلا مجتمع متنوع تمام. الحاجه الثانيه انا ما اعرف انت يعني سال السؤال ده على اساس انه الحجاب من ناحيه دينيه ولا هو على اساس انه اندثر من يعني كظاهره. هو الحجاب اصلا ما له علاقه كظاهره. مرحبا بكم في قناتنا زي سودام. ما تنسوا تضغط لايك وتعمل كومنت ظريف وتشترك في القناة، تضغط الجرس عشان نرن لك. برنامجنا الليلة هيكون عن الحجاب في السودان بدأ يخف، انت في رايك السبب شنو؟ فيلا نشوف الأسباب. أعرف عليكي عبد الله صالح بوس، طالب بجامعة الأحفاد سكول أوف ريد. الحجاب في السودان بدأ يخف أو بدأ يختفي، انت في رايك السبب شنو؟ طيب أنا شايفة أو أفتكر إنه الحاجة دي لها علاقة بالكبت الأسري، فالموضوع يعني ماما الشباب كلهم ما ماسكين الموضوع كفكر أو كعقيدة أو كمعتقدات إحنا مفروض نتمسك بها شديد. فعموما في السودان إحنا ماسكين الدين كفطرة أو ماسكين الدين بالفطرة، فأنت بتكوني ما متمسكة بحياتك أكثر من إنك لما يدا بتحتنخ الحاجة براك عن خناعة كاملة. فأفتكر يمكن دي الأسباب المنطقية الشديد. بعد ذاك الموضوع له علاقة برضو بالحريات والوعي انت رايك يعني دي حرية وعينة واعية، ممكن اعمل اي حاجة عايزاها، ممكن ما اتحجب وامشي كده، انت رايك كده يعني؟ والله انا شايفة انه يعني الموضوع ده هو او السلوك والحادات دي كلها ما لها يعني ما لها ستاندر معين احنا نحدده، يعني سلوك شخصي افتكر يعني. بدأ يختفي الحجاب في السودان، بدأ يختفي او بدأ يقل، فانت في رايك السبب شنو اللي بيخليه يقل؟ يا والله الأسباب بتتعدد، بالنسبة للأسباب بتتعدد منه البلد فيها أزمات وضغوطات والإدارة ذاته بقت صعبة، يعني في الأسرة ذاته الزول اللي بيدير بيكون ما فاضي للإدارة، عرفتي؟ دي كلها أسباب كثيرة. سبب أنت في رأيك أنت تاني سبب شنو يعني بخليه غير الأسرة؟ فأنت في رأيك دي حرية ولا كده؟ والله هي ما حرية، هي ضغوطات. ضغوطات بس بالنسبة لأنه الشعب. كيف ضغوطات؟ ضغوطات بالنسبة ل ل للشعبي وبالنسبه للناس ذاته العايشين، عرفتي؟ في بلد فيها ازمات يعني الاداره ذاته من فوق هي صعبه. خلي الاداره بتاعت انه انت تقول للبيت تحجبي او ما تتحجبي او تقول لاختك تحجبي او تقول لامك تحجبي، الاداره بقت صعبه. بالنسبه للسبب الرئيسي الناس دي ما لاقيه وقت، عرفتي؟ ما لاقيه وقت. قاسم ابراهيم حمدان. الحجاب في السودان بدا يقل او بدا يختفي، في رايك انت لشنو كده يعني؟ والله في رايي انا ما اعرف، دي السبب حريه يعني اللي بيسبق الشاذ وحجازاته بقت فوضى كثيره و يعني بيشيلوا حقك بنت وفوضى ذاته فايت اللزوم يعني. ما اعرف السبب شنو، زمان كان ما في زيد، زمان كان ما في، بس بدا يعني بيكسر. اللي بيسبق الشاذ يعني اللي بيسبق الشاذ لا من يخجلك عادل، والله لازم لبس يخجل يا عمي، والله لازم لبس البنات يخجل قاعدين. ده شنو يعني؟ دي الحريه اللي دايرينها نحن؟ دي ما الحريه اللي دايرينها نحن؟ بتي لابسه كده شاذ انت تخجل، والله لازم كان وقع منا حاجه ما تقدر تدنقر تشيل. ها يلا دي كيف؟ والله جد في رايي. طيب ليه الحجاب بدا يقل؟ والله السبب ما معروف شنو، زمان كان ما في حاجه زي دي. انت ما عارف اسالك انه ما حريه شخصيه ولا لا؟ كان ما في حاجه زي دي زمان يعني، كان اللبس كان ذاته محترم يعني، الناس كان بتخاف ولا الحاصل شنو ما مفهوم. اول شيء في فهم، مثلا فهم للكونسيبت بتاع الحجاب في حد ذاته، ففي ناس شايفين انه هو كثقافه وبيغيدون كلام زي ده، وفي ناس شايفين انه هو كثقافه الدوله انه في حجاب، وفي ناس طبعا شايفين انه المبدا الصحيح انه كاسلامي وانت مدينه ومسلمه المفروض تلبسي حجاب، فما المفروض ناس يفكوا لانه حي انت المفروض تكون من ابا من انت مؤمنه باسلام بدين معين المفروض تكوني لا لا في هسي في حاليا كده معظم البنات يعني بيقوا كده طرحة ينزلوها في يعني نص الشعر، دايما فاهمين انه احساس حريه بنتي، احساس انه لا ده مغيرني انا لازم اكون زول هاي كلاس ولازم اكون مودرن ومع متواجبه مع الناس، فلازم انه الحجاب ده لا حياة قديمة فلازم أنا أفكه وأخليه. يعني في رأيك ما حيتفك ما حيختفي مرة واحدة؟ ما حيتفك، أنا في نظري كله لأنه في ناس مثلا مؤمنين بالكونسيبت بتاع رب إنه ده حي من ديني،
انفذ مسك بديني، وديني ما بيكتمل انه الا باني اغن كل شروطه، واحد من شروطه اني اكون متحجبه. محمد الحاج حسن الامين. الحجاب في السودان بدا يختفي او بدا يغل، انت في رايك السبب شنو؟ السبب والله ضعف الوازع الديني وعدم التربيه صحيحه من البدايه يعني، والتاثر بالثقافات الغربيه، لانه هذا ليس من ديننا احنا، ويعني في عوامل ثانيه زي الانظمه والحكومات دي شويه كده ضغط على الناس، والناس يعني اهدافها يعني دنيويه، والاهداف ليست خلق من اجل الانسان ليست دنيويه، الدنيا دي شويه كده يعني وسيله وليست غايه. انت برايك يعني انت من كلامك انا فهمته منه يعني من التربيه من بدايتها في كلامك صح؟ طيب نعم هاي اقول انه كان ربه من البدايه تربيه صحيحه كده من الصحه يعني. والتاثر بالثقافه دي يعني مشكله كبيره جدا يعني. شكرا لك. يعطيك العافيه بارك الله فيك. محمد محمود الجاك. الحجاب في السودان بدا يقل، ففي رايك انت السبب شنو؟ والله يا اخي السبب اول حاجه يعني من البنات، فالبنات وحدات يعني كتار ما بيحبن الحاجه دي، ففي بعض من البنات يعني بتلقاهم محجبات وما شاء الله يعني جميلات شديد يعني، فبطالب يعني كل البنات انه شنو يرتدوا الحجاب، يعني حاجه كويسه وجميله. ظاهر انا كنت ظاهر هسه حاليا يعني كده الحجاب يعني معظم البنات يعني كده فكوا الحجاب، يعني مشكله تلقي البيت طرحه منزلاها خطاف نص راس شعره مطلع شعره، فانت رايك اصلا ده اعتبره ما حجاب انه كده صح ولا ما صح؟ صح. والله في رايك شنو انه ظاهره بيت تبدا يعني مش شنو تسوي شنو؟ واحد ممكن يكون يعني حاجه هي ومعتقداتها، فكبساطه يعني احنا عندنا الدين ممكن يكون مورث اكثر من هو ممكن مكتسب. الحاجه الثانيه الحته بتاعت انه انت تقري اكثر تتعلم عنه اكثر هي ما في، فكونك انت تنقصك المعرفه ممكن عادي تكوني ما عارفه انه لو طلعت جزء من شعرك ده ما حجاب، او لو انت فكيتي في حته ده ما حجاب او غير او كده. لكن بغض النظر عن انه هو بدا يندثر والله لا، فخلينا نشجع الناس نقول الحجاب ما بدا يندثر، انه الحجاب هو قاعد، بس احنا اللي عايزين نركز عليه انه الطريقه الصحيحه له، او انه انت كيف تكون عارفه انه الاماكن انت لو عايزه تكوني فيها كزوله مرتاحه يعني فك شعرك ولا غيره ولا كده يعني جوا في وسط المجتمع حقي كبنات كغيره كغيره. لكن يعني ونس انك ظهرت على محارم او على غيره يفترض انت تغطي راسك، دي حاجه يعني كمعروفه، ف ده كده من ناحيه زي ما بقول احنا تربينا عليها. لكن كزول قاعد معاك يداكي مفهوم الحجاب من ايه تجد يعني انت مفهومك شنو له، او انه كدينيه ليه، او انه هو دينا موجود فرض عليك ولا هو شنو بالضبط، ما في يعني الثقافه دي قلت، فبالتالي حتلاقي انه الناس المطبقين للحجاب حتقل. تعرف عليك اسمي طه موسى. الحجاب في السودان بدا يقل او بدا يختفي، انت في رايك السبب شنو اللي تخليه انه يقلل او يختفي؟ السبب مثلا الشابات مثلا بيشوفوا بحضر القنوات وبيشوفوا اللبس الزي في المسلسلات بيحاولوا يدعوا شنو يطبقوها، شايفينها شنو موضه. اي انت قصدي يعني بعين المسلسلات والناس كده في الافلام مش بنطرحوا كده بيحاولوا انه يقلدوا يعني؟ يقلدوا اي شايفين اللبس عجيبهم، شايفين طبعا على حريته، اي زول داير يلبس على حريته، شايفين حاجه سمحه بلبس، حتى لو الزول في البيت حتى لو منوع ممكن تمشي تلبس بجيران عشان تطلع بالحي اللي دايره. يعني تطلع من البيت مكوزه كده تمشي بين الجيران؟ لو حتى لو انت منعتيها بتطلع تحت بتمشي تلبس بصحبتها. كده تمشي غير محجبه؟ نعم؟ كده تمشي غير محجبه؟ كده تمشي بيشوف الحي اللي دايره يعني في نهايه نقول شنو؟ حريه. يعني احنا سدايين نعرف من الكلام ده كله. السبب شنو؟ يعني هسه حاليا كده انت صحبات عندك صحباتك صح؟ أيوة. بيطلعوا ترحموا انت شايفه انه دي يعني موضه موضه كموضه طلع الجديده؟ لا ما موضه، لانه بعرف ناس كتار شديد ما قبل الثوره بمراحل هم يمشوا عادي من دون طرح، فما له علاقه بالموضه خالص افتكر كده. بس بكلامك محدد يعني حريه شخصيه. ايوه نوع من الحريات، طالما هم ما بيأذوا زول بسلوكهم الشخصي فايس اوكي، يعني بعدين ما في ستاندر معين للاحترام والسلوكيات وكده، طالما اصلا الحاجه دي ما بتضرنا احنا كافرات. واي زول بيتحاسب براه يعني. في السودان بدا يقل او بدا يختفي، فانت في رايك السبب شنو اللي بيخليه يقل؟ والله يا اخي مزاحة الحجاب دي انا بشوفها مزالة زي حريه شخصيه كده يعني، لانه في النهايه البت اللي هي بتفك حجاب بتفك شعرها دي ما بزول بحاسبها غير ربنا صح ولا واضح يعني؟ من بيتنا اقوم البس اطلع برا خطة طرحه في الشعري فيك شعري كده، معظم الكلام ده بيحصل في الجامعات اكثر حاجه صح؟ عشان يعني ما فهمت السؤال. الطرحه
تنزل تمشي من البيت تطلعي من البيت مكوزة وتطلعي يعني كده وتنزلي طرحة طوالي داخلها شنطة صح هاي في ناس كثير بيعملوا الحاجة دي لكن زي ما قلت لك هم مين مثلا ده شايفين حرية اليوم حرية هاي أكثر حاجة مين دي حرية وكده مودرن وحاجة كده فهمتي مثلا عيني في مصر مصر دي لما كان نقول معاي مثلا روح الحرارية هنا حريرية ولا اسمها زي كده دي لما نفكر منه النقاب الحجاب ده كان المصريين كلهم محجبين وكلهم منقبين لما نفكوا النقاب ورضوا فكوا الحجاب نفس الشيء مؤمنين بمبدأ انه حرية ومفروض انه المرأة يكون عندها حرية في قرارهم ويكون عندها حرية في الحياة تعملها ففكوا النقاب والحجاب كأنه دي حرية هم اللي يعملوها هم شايفين حرية وشايفين هم بيغيدون وشايفين روحهم انه بينهم بين ربهم حيكون مش هم محجبين وبيصلوا كلام زي ده فدي حاجة بينهم يا ربهم بفكروا دي حاجة زي دي فهمتي كيف فهمتي شكرا لك